أما مشهد الستر الأعظم حيث تتجلى فيه رحمة الله وعفوه، فيوم يجمع الله الأولين والآخرين. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، يعني محى الله عنه ذنوبه وسيئاته التي سترها عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة. بل من عظيم رحمة الرب جل جلاله لمن ستر نفسه وتاب إلى ربه رجاء ستر الله وتوبته عليه أن الله بمنه وكرمه يبدل سيئاته إلى حسنات. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.